أهلا بكم. قبل الجورنال ما يوصل لإيديك، حد فينا فكر المراحل الكتيرة اللي بيمر بيها عشان أي جورنال يوصل لإيدينا؟ حد فينا فكر التكلفة بتاعة الجورنال دي قد إيه؟ حضرتك عارف إن التكلفة ممكن توصل لأربع أضعاف المبلغ اللي بتشتري بيه؟ إحنا النهاردة إن شاء الله في الجزء الثاني من حلقتنا هنستعرض دور طباعة الصحف، هنستعرض صناعة الصحافة بتكون عاملة إزاي؟ هنكون معاكم من داخل مطبعة مؤسسة الأهرام في لقاء خاص مع الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام بطبيعة الحال، وهيوضح لنا بقى حاجات كتير قوي وأسرار كتير قوي عن هذه المهنة، المشاكل اللي موجودة لغاية دلوقتي اللي بتمر بيها الصحافة الورقية، وإزاي ممكن المشاكل دي تتحل؟ هل تأثرت الصحافة بانتشار الصحافة الإلكترونية؟ الحقيقة في أسئلة كتيرة جدا بتدور في أذهاننا، وأبرزها الحقيقة يعني هو التكلفة الخاصة بالصحافة، لأني للأسف الشديد لغاية دلوقتي لسه بنستورد الورق الخاص بطباعة الصحافة. إمتى بقى هنتخلص من هذه المشكلة؟ إمتى هيكون عندنا الورق الخاص بينا مطبوع هنا داخل جمهورية مصر العربية؟ الحقيقة دي معضلة كبيرة جدا، ممكن تكون مكلفة، لكن في حالة إنها تحققت داخل جمهورية مصر العربية أعتقد ده هيكلف الدولة فعلا، ولكن هيوفر على المدى البعيد كتير قوي جدا. الحقيقة تساؤلات كتيرة هنجاوب عليها إن شاء الله في الجزء الخاص بالتحقيق النهاردة إن شاء الله في حلقتنا، وهو عن صناعة الصحافة، وزي ما قلت لحضراتكم ده هيكون من داخل مطبعة جريدة الأهرام. تعالوا بقى دلوقتي نروح لأبرز منشطاتنا. فقرة السوشيال ميديا النهاردة الحقيقة كانت عن جنازة الفدائية زينب الكافوري. زينب الكافوري هي إحدى فدائيات محافظة بورسعيد اللي دفعت ببسالة عن هذه المحافظة الباسلة، محافظة بورسعيد، وكمان عن مصر، وده كان خلال العدوان الثلاثي عام 1956. الفدائية زينب الكافوري وفاتها المنية بالأمس، وسجل سجلها الوطني الحقيقة بيشهد لها بالشرف وبالتضحية وبالفداء، لأنها كانت أول سيدة تنضم إلى المقاومة الشعبية، وكان عمرها في الوقت ده 15 سنة فقط. رواد السوشيال ميديا الحقيقة ودعوا الفدائية زينب الكافوري بكلمات مؤثرة جدا، تعالوا نشوفها. الفرق واضح طبعا بين من يحب وطنه، بين التضحية والإيثار، بين من يموت شهيدا سجله مشرف زي السيدة زينب الكافوري، ومن يموت إرهابي زي إبراهيم العشماوي. الفرق واضح جدا بين من يحب وطنه، بين من يعطي لهذا الوطن من كيانه ومن شرفه ومن أن كل ما لديه من إيمان بتضحية كبيرة لهذا الوطن الذي يستحق العطاء. فإحنا لقينا عمرنا ابدا ما ننسى زينب الكفراوي. لكن طبعا هناك فرق كبير جدا بين هذا العطاء، ونحن سبحان الله يعني جايين على اليوم العالمي للمراه اللي هو غدا ان شاء الله، وبين سيده عظيمه تفارق الوطن يعني في هذا التاريخ، ويتم احياء ذكراها بهذه الذكرى العطره لرواد السوشيال ميديا، وبين الناس اللي للاسف الشديد ايديهم ملطخه بالدماء. رحم الله الفقيدة زينب الكافوري. النهاردة كمان صفحة وزارة التضامن الاجتماعي على موقع فيسبوك نشرت صور لفصول محو الأمية. الفصول دي تم افتتاحها في منطقة روضة السيدة وهي تل العقارب سابقا. الدولة طبعا قامت بتطوير هذه المنطقة مؤخرا، ودلوقتي بيتم محو أمية بعض سكانها في دورة تدريبية لمدة 3 شهور.
النهارده هنبدأ اخبارنا بتوجيه التحية لكل ام مصرية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة اللي بيتزامن الاحتفال بيه بكره ان شاء الله 8 مارس. كل التحية لكل ام كافحت عشان تربي اولادها، لكل ام ضحت باولادها عشان يعيش هذا الوطن، فظل تاريخها وتاريخ ابنائها عطرا، وظل ابنها يحمل اسم الشهيد. كل التحية لهذه الأم التي أعطت وحتى الآن تعطي، كل التحية لكل أم بتعطي أبنائها كل السند والدعم والتضحية عشان تقدم نموذج يحتذى به في هذا الوطن الغالي. موقع صحيفة أخبار اليوم النهاردة وبالمناسبة دي نشر تصريح لدكتور مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، بتقول فيه أن القيادة السياسية في مصر مؤمنة جدا ومؤيدة تأييد مطلق بأحقية المرأة والفتاة المصرية في الحصول على كامل حقوقها، وأنه لا مجال للنجاح والمنافسة بدون المشاركة بين الرجل والمرأة يدا بيد في تنمية ونهضة مصر. كمان وزيرة التخطيط دكتور هالة السعيد كان لها تصريح مهم جدا عن تمكين الاقتصادي للمرأة، وده الملف اللي ابرزه موقع اليوم السابع، واشار الى تمكين المرأة انه لم يعد الحقيقة مجرد حديث اجتماعي ولكن اصبح ايضا ضرورة اقتصادية. دكتور هالة السعيد كشفت بعض المؤشرات اللي بتوضح تطور وضع المرأة المصرية اللي بتشغل 45% من اجمالي الوظائف الحكومية حتى الان، ولسه كمان القادم افضل، وكمان بتشغل 12% داخل البنوك و7% في المناطق القيادية التنفيذية. وقالت أن نسبة الإناث رؤساء تحرير الصحف القومية بلغت 18%. الحقيقة دي بعض النسب اللي بتوضح حجم الطفرة الكبيرة اللي حصلت في مصر في مسألة تمكين المرأة لغاية دلوقتي، واللي بتحظى باهتمام كبير وتقدير بالغ من الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي وصف مصر أن بيها عظيمات كبار، هما أن المرأة يعني هي من عظيمات المستقبل. هنروح بقى لموقع صحيفة الوفد واللي اهتم بزيارة المهندس كامل الوزير وزير النقل لمشروع تطوير المرحلة الأولى من طريق القاهرة أسوان الصحراوي الغربي، واللي قال إن هذا المشروع القومي للطرق بيتم تنفيذه طبقا للمواصفات القياسية العالمية، وإن تكلفة الطريق ده بيبلغ 175 مليار جنيه من عام 2014. وزير النقل اتكلم كمان عن أهمية طريق القاهرة أسوان الصحراوي باعتباره شريان رئيسي بيربط القاهرة بمدن الصعيد، وقال إن الطريق ده بيتم تطويره ليصبح 3 حارات في كل اتجاه مع إنشاء 5 كباري و16 نفق. تمكين الشباب من الملفات المهمة جدا اللي بتشغل بال الدولة المصرية، والحقيقة ان الدولة قطعت فيها شوط كبير جدا لغاية دلوقتي، وشفنا مؤخرا طبعا تعيين الشباب كنواب للمحافظين. النهاردة موقع الجمهورية نشر تغطية لافتتاح وزير القوى العاملة لملتقى التوظيف السنوي. وزير القوى العاملة محمد سعفان أكد أن هذا الملتقى الخاص بالتوظيف اللي تم افتتاحه النهاردة زي ما قلت لحضراتكم هيوفر 3500 فرصة عمل في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة برواتب بتصل بداية من 2000 جنيه ولغاية 5000 جنيه. أما موقع اليوم السابع فعرض آخر المستجدات في الجهود اللي بتتم علشان يتم نقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، واللي هيكون إن شاء الله بحلول منتصف 2020. المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية دكتور خالد قاسم قال إن الوزارة قامت بأرشفة كافة مستندات الوزارات ورقمنتها، وده طبعا قبل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وقال إن الوزارة بتعمل حاليا على ميكانة خدمات المحليات، وأنه بيجرى بالفعل عقد دورات تدريبية لكافة العاملين في المحليات حتى يتم نقل الكفاءات والمؤهلين والكوادر إلى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
السياحة في الأقصر، ده كان الملف اللي اهتم بيه موقع صحيفة المصر اليوم، ونشر تقرير عن أن سماء الأقصر بالفعل في الفترة الحالية بدأت تتزين ب 15 رحلة بالون طائر على متنها لوحدهم كده 370 سائح وسائحة من جنسيات مختلفة. وقال أن السياح شاهدوا بالفعل الآثار والمعابد المنتشرة بالبرين الغربي والشرقي، والتقطوا الصور التذكارية من ارتفاع يصل ل 500 متر. الحقيقة الجو في الأقصر في الفترة دي رائع جدا، ومشجع أي حد عايز يعمل رحلات بالبالون والاستمتاع بجو الأقصر الجميل. أما بقى اللي بيدور على شقق الإسكان، فالنهاردة موقع مصراوي نشر تفاصيل حجز وحدات جديدة من مشروع سكن مصر. وزارة الإسكان أعلنت أن بكرة إن شاء الله الأحد 8 مارس هيبدأ الحجز الإلكتروني المرحلة رقم 6 من مشروع سكن مصر بثلاث مدن رئيسة في الصعيد، هي المنيا الجديدة ومدينة غرب أسيوط وكمان مدينة غرب قنا. وقال الموقع أن الحجز ده هينتهي يوم 12 مارس، فالحقوا يعني الوقت محدد جداً. الوزارة قالت أن شروط التقديم وأسعار المقدمات والأقساط كلها وكل التفاصيل هتكون متاحة على موقع هيئة المجتمعات العمرانية بدءا من الغد. العدد الجديد من مجلة أكتوبر عمل ملف متميز جدا خاص بالأم في شهر عيدها. طبعا احنا في شهر مارس وعيد الأم 21 مارس، وهذا الشهر الحقيقة كله أعياد خاصة بالمرأة. الملف بعنوان أمهات العظماء، وبيتكلم فيه عن حجم التضحيات الكبيرة اللي قدمتها أمهات الشهداء من أبطالنا، أبطال الجيش والشرطة. قدمت ابنها، اللي قدمت زوجها، اللي قدمت أخوها وأبوها عشان مصر بلدنا تعيش. من هنا فقط بنقول ألف تحية لكل أم مصرية عظيمة. هناخدكم لفاصل دلوقتي، وبعد الفاصل زي ما قلت لحضراتكم هنتكلم باستفاضة عن صناعة الصحافة. ايه هي المراحل اللي بتمر بيها صاحبة الجلالة عشان الصحيفة توصل لإيدينا؟ كم عامل بيشتغل في المطبعة؟ عمرهم قد إيه؟ الناس دي ذكرياتهم إيه؟ يا ترى الورق ده نفسه بيتكلف قد إيه؟ والطباعة نفسها تكلفتها قد إيه؟ هل فقط المطبعة بتكتفي بطباعة الصحيفة الخاصة بيها، ولا عدد كبير جدا من الصحف بيتم فيها فيه المطبعة؟ الصيانة الدورية للمطبعة بتكون عاملة إزاي؟ طيب إيه هي الفترات اللي بتمر بيها والدوريات الخاصة بالعمال؟ الحقيقة في حياة مختلفة جدا داخل المطبعة بيعيشها كل عامل بروح طيبة جدا وحابب هذه المهنة، مهنة البحث عن المتاعب. تعالوا بعد الفاصل نعرف صناعة الصحافة بتتم ازاي. مشاهدينا الكرام، احنا دلوقتي داخل مؤسسة الأهرام العريقة، وتحديدا داخل مطبعة الأهرام. احنا هنا ليه؟ احنا هنا عشان نعرف كيفية صناعة الجريدة لغاية ما توصل لإيدينا، ازاي بيتم طباعتها داخل هذه المطبعة العريقة. اهلا بكم في حلقة خاصة من مانشيت نتعرف من خلالها على كيفية صناعة الصحافة.
مشاهدينا الكرام، احنا دلوقتي داخل مطبعه مؤسسه الاهرام العريقه. جينا هنا عشان نعرف ايه هي المراحل اللي بتمر بيها الجريده لغايه ما توصل لايدينا. احنا دلوقتي بصحبه الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ عبد المحسن سلامه، رئيس مجلس اداره مؤسسه الاهرام. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا استاذ. خلينا نبدا في الاول نعرف تاريخ هذه المطبعه امتى، وهل في تحديث تم للمطبعه من حين لاخر؟ طبعا انت بتتكلمي على اقدم ثاني مؤسسه صحفيه في العالم. احنا لا يسبقنا الا نيويورك تايمز. نيويورك تايمز 1875، احنا العدد الاول صدر 1876، وبالتالي احنا بنتكلم على 144 سنه الاهرام. تطورت خلال ال 144 سنه الاهرام الطباعه بطريقه مذهله ويعني متطوره جدا يعني. وطبعا المطبعه اللي احنا فيها ديت غير اول مطبعه الاهرام. الاهرام طلعت اول ما طلعت في اسكندريه، وبعدين اتنقلت للقاهره، وبعدين كانت جورنان اسبوعي، وبعدين تحولت لجورنان يومي، وبعدين شكل الطباعه مختلف. انا شخصيا عاصرت اشكال طباعيه مختلفه حتى داخل هذا المبنى، اللي هو المبنى ده من المباني الحديثه اللي عملها الاستاذ هيكل الله يرحمه، او ده المبنى الاستاذ هيكل الله يرحمه المطبعه فيه، واسمه حتى اسم مبنى الاستاذ هيكل. طبعا عندنا مباني احدث اللي هي مباني الاستاذ ابراهيم اللي هي المبنى بتاع الاصدارات، لكن ده المبنى ده معمول سنه 1969. ورغم ده هذا المبنى والمطبعه اللي احنا واقفين فيها ديت، يعني هنا كان بيقف استاذ هيكل في نفس المكان؟ طبعا الله. فتطورت عده مرات، يعني مش دي مطبعه الاستاذ هيكل خالص. دي مطبعه ثانيه بشكل كبير ومختلف، لان المطبعه ديت دي من 1998. وبالتالي قريبه جدا دي اللي عملها الاستاذ ابراهيم نافع. في عصر الاستاذ ابراهيم نافع. فالحلقه حتى من وقت الاستاذ ابراهيم نافع شكل الطباعه اتغير. يعني بناء على ايه بقى بيتغير شكل الطباعه؟ على التطور التكنولوجي. يعني انا شخصيا شفت مثلا الطباعه الرصاص. الطباعه الرصاص كان في هنا الله يرحمه عم فرماوي، وده كان كلنا عارفينه، كان يقعد يمسك الحرف الف جنب الحاء جنب الميم جنب الدال عشان يطلع احمد، فيحط لازم الاربع حروف جنب بعض عشان يطلع الاسم، مش عارف دخل يحط الدال جنب الخاء جنب اللام فيبقى ده، وهكذا. عبد الناصر لازم يحط مش عارف اسم الرئيس عبد الناصر العين البيت وهكذا. فقعد كان حرف حرف، وبعدين ينقل ده ويخش مرحله ثانيه، وبعدين نخش على المطبعه بعد كده مرحله ثالثه. الحاله دي اتغيرت، بقت حاجة اسمها كانوا بيسموها كان بالورق كده يقعد بالحروف الحرف صفحة تتجمع، وبدل ما يجمع الحروف رصاص بقت تجمع الحروف من على الورق. يعني لو في اسم غلط أو في حرف غلط يقعد يشيل الحرف الغلط، يشيل الميم ويحط النون ويحطه يلزقه بلزق كده عشان تبقى الصفحه جاهزه، وبعدين تخش المطبعه. وبعدين دلوقتي دخلنا بقى في عصر الكمبيوتر. المرحله مختلفه خالص، ما بقاش لا في لا حروف رصاص ولا برومايت. كانوا بيسموه برومايت. كانوا بيتعبوا اكتر في الفتره دي. كنا نقعد نجهز في الصفحه. يعني انا طبعا ما عاصرتش طباعه الرصاص، لكن شفت اخرها كانوا بيعملوا تقريبا اخر صفحات كانت بتتعمل بقى الطباعه الرصاص، كانت صفحات الوفيات اللي كان بيعملها عم فرماوي الله يرحمه. الصحفي نفسه بيكتب المقال او الموضوع بتاعه على الكمبيوتر، بيبعته على طول لسكرتير التحرير او منه على طول للمطبعه. المفروض سكرتير التحرير بيوضب الصفحه برده على الكمبيوتر، وممكن الزميل الصحفي يتولى ده، بس على حسب كل حاله يعني. فالزميل سكرتير التحرير اللي هو زميل صحفي برده بيتولى تجهيز الصفحه من خلال الكمبيوتر، وبيبعتها على طول للمطبعه، وبتصحح برده، يتبعت الاول للتصحيح، التصحيح يصححها برضو على الجهاز، وتاخد الصفحة اعتماد من الديسك المركزي، وتيجي على المطبعة للطباعة. موضوع بقى سهل جدا يعني. سهل وكله آلي، مفيش بقى الفكرة ان طبعا نسبة الخطأ فيه بتبقى قد ايه؟ لا بصي، الخطأ موجود. الصحافة طول ما في صحافة طول ما في اخطاء، بس هي المهم ان ما تبقاش اخطاء قاتلة يعني، ولا اخطاء جسيمة. لان هنا احنا كان حتى في طول العمر ميزة الصحافة ايه يا استاذة رانيا؟ واللي اعتقد انها ممكن تدي لها عمر اطول رغم الهجمه اللي بتتعرض، مش هجمه يعني، رغم الضغوط اللي بتتعرض لها حاليا من
الوسائل التكنولوجيه الحديثه. ميزه الصحافه انها المعلومات بتاعتها مدققه والمعلومه عندها معلومه. سهل جدا في وسائل التواصل الاجتماعي دلوقتي انك ممكن تعرفي حد يقول خبر لكن هو خبر منقوص ومش خبر معلومه. واللي قال حتى اكد الكلام ده مش احنا، لما قال مارك زوكربيرج مؤسس الفيسبوك نفسه وقال يا جماعه لا يمكن ان دول يبقى وسيله مصدر معلومات او وسيله اخباريه. انتوا في الصحافه لسه بتعتمدوا على التفاصيل، لازم والتفاصيل وشرح اكتر والتدقيق والمعلومه لازم تبقى معلومه وما ينفعش يبقى فيها خطا. قول لي امتى كان في مانشيت او عنوان او صوره كان غلط وبسرعه بسرعه عايزين نصلح، يعني تفتكر ايه في الاحداث اللي مرت؟ اكيد حصل. بصي، لا حصلت وحصلت في واقعه شهيره قديمه في الستينيات وقت جمال زعيم الراحل جمال عبد الناصر، دي يمكن اكبر خطا طباعي تم، او مش طباعي يعني هو خطا صحفي كان الرئيس عبد الناصر قال انه مقصود، لكن وقيل وقتها ان ده مش مقصود. لما جه طبعا كان الرئيس عبد الناصر في باكستان بيزور، وبعدين كان قبضوا على سفاح مشهور جدا، فكان القبض على السفاح عبد الناصر في باكستان. فطبعا المانشيتات كانت ورا بعض، فطبعا كانت صادمه. فطبعا دي يمكن من اشهر الاخطاء. بس ده نزل في السوق؟ لا ما تلمش اتلم قبل ما ينزل. ويقال ان ده كان احد الاسباب اللي تأميم الصحافه، لان ده كان احد اسباب تأميم الصحافه في 1960. يعني حصل غضب من جانب الرئيس عبد الناصر، غضب بشده، وبعد كده صدر بعد كده قانون تنظيم الصحافه اللي ادى الى تأميم الصحافه اللي كانت موجوده انذاك، الاهرام، الاخبار. لكن دي من اشهر الاخطاء اللي حصلت في الصحافه المصريه واللي ادت الى تأميم الصحافه او اصدار قانون تنظيم الصحافه سنه 1960. ده بس المانشيت اللي ممكن نقول؟ لا، هي في حاجات كتيره حصلت في الصحافه. يعني تاريخ الصحافه، لما بقول لحضرتك بتتكلمي، لما نتكلم على الصحافه في مصر بتكلم على الاهرام 144 سنه، وبعدها مش الاهرام بقى، عندك الاخبار وعندك الجمهوريه وعندك الشروق وعندك، ولما جاء الرئيس السادات الله يرحمه وكان دي في الجمهوريه، لما حصل ان السادات توفى في المنصه والجمهوريه خرجت بتقول انه رجع البيت بسلام. طبعا دي كانت كارثه. ده كان مانشيت قديم؟ مانشيت لا مش هم، ولا هم اجتهادات يعني؟ هو اعتقدوا اظن ان يعني ان من الواجب ان احنا ما نقولش ان المساله، او ان ربما يكون هذا المانشيت كان مجهز سلفا. هم عايزين، الطبيعي ان الرئيس بيشوف العرض في المنصه وبيرجع بيمارس، عايزين يلحقوا يعني يطبعوا بسرعه، فقالك ان العرض انتهى والرئيس عاد، والرئيس كان توفى في حادث الاجرامي المشهور اللي ارتكبه مجموعه من في طباعه الجريده. ايه الصفحه الاولى اللي بيتم طباعتها واخر صفحه بيتم طباعتها ايه؟ لا، هنا الجورنال كله بيطبع مع بعض، مفيش حاجه اسمها صفحه تطبع وصفحه تطبع. احنا عارفين الصفحه الاولى لا دايما بتبقى اخر صفحه. ما هي اخر صفحه بتجهز، ده اسمها التجهيزات. في فرق بين التجهيزات وبين الطباعه. الطباعه لازم الجورنال، عشان يطبع لازم الجورنال كله يكون موجود، صفحه اولى واخيره وكله، مفيش حاجه اسمها يعني ممكن يتم تاخير الطباعه حتى يتم التجهيز. بالظبط كده. لكن التجهيز هو اخر صفحه بتجهز هي الصفحه الاولى. فكل الصفحات بتجهز ويبقى الصفحه الاولى على اعتبار ان دي فيها احدث الاخبار والحاجات المستعجله واللي واللي والحاجات السريعه، دي اللي بتبقى اخر صفحه تجهيزات. مجرد ما الصفحات بتتجهز كلها لازم الجورنال كله يكون كاملا ياخد الامر الطبع يبدا يطبع، لكن دون ان يكون هناك صفحه، لو في صفحه ناقصه ما ينفعش يدي امر طبع. طيب ايه ابرز المانشيتات القديمه بقى اللي ممكن تفتكرها تم طباعتها هنا؟ لا بس حضرتك طه حسين قال على الاهرام حاجه مهمه جدا. الاهرام ديوان الحياه المعاصره. يعني ايه ديوان الحياه المعاصره؟ يعني لو عايزه حضرتك ترجع الحدث في 144 سنه لازم ترجع الاهرام، ومش في مصر بس على فكره، ده في المنطقه العربيه كلها. يعني لسه مثلا لما كنا بنعمل كان في مقاويت زايد رحمه الله عليه، واللي احنا عملنا هنا في الاهرام احتفلنا بيه احتفال كبير، وهم في الامارات كانوا بيحتفلوا عاملين عام كامل بتاع مقاويت زايد. عايز اقول لحضرتك كان معظم المعلومات
كان مصدرها من الاهرام. في ارشيف هنا موجود طبعًا في الاهرام. امال ايه يعني لو حد عايز اي حاجه من الاهرام موجود كل الارشيف عندنا بتاعها داخل المؤسسه نفسها. عندنا اداره كامله اسمها اداره الميكروفيل. هذه الاداره مختصه بالارشيف بتاع ال 144 سنه، وهي الوحيده التي تملك هذا الحق، وليست هناك اي جهه اخرى في داخل مصر او خارجها. وانا بشكرك جدا على سؤالك ده، لان احيانا بيبقى فيه سطو وبيبقى فيه ادعاء لا الحاجه، لان دي بقى اسمها قرصنه ويبقى اسمها اعتداء على الملكيه الفكريه للاهرام، لان الاهرام هي الوحيده بادارتها اللي هي الميكروفيلم الوحيده التي تملك الحق في هذا الكلام. فكل الصور وكل التفاصيل وكل الاخبار المتعلقه بتاريخ 144 سنه لا يوجد الا في الاهرام، بدءا بقى سواء في التاريخ الحديث او التاريخ اللي قبل كده. يعني انت بتتكلمي على احداث من يوم اعلان الجمهوريه مثلا، يعني مثلا اهو مثلا اعلان الجمهوريه الرئيس محمد نجيب الـ 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 في الحديث مثلا الرئيس عبد الفتاح السيسي ده يوم توقيع الوثيقه، الوثيقه التسليم ما بين الرئيس عادلي منصور والرئيس عادلي منصور والرئيس عبد الفتاح السيسي، وهكذا. هتلاقي دايما حرب اكتوبر، كل الاحداث التاريخيه، تنحي يعني الملك، الكليات اللي عايزه تعمل ابحاث سواء ماجستير او دكتوراه عايزين ارشيف بيلجأوا هنا لل عندنا اليه وعندنا للمؤسسه وعندنا اليه لهذا الكلام، بنبقى بنفتح لهم هذا الكلام لمجرد الاستفاده منهم، مش عشان يتداولوها، لا لمجرد الاستفاده بيستفيدوا. وعندنا عده نسخ، عندنا ثلاث نسخ، نسخه موجوده هنا ونسخه في مكان اخر ونسخه في مكان ثالث على فكره. عشان ما السبب عشان لضمان لاي مواجهه اي ظروف. لان الكلام ده كان الحقيقه برضو كان فكر واعي ومتقدم من اداره مؤسسه الاهرام قبل كده، وانهم قاعدين عملوا ده. فده شيء مهم جدا، لانك ما تضمنيش اي حاجه، وبالتالي لازم يبقى عندك بدل الحاجه اكتر من نسخه. فعندنا ثلاث نسخ موجودين، على بحيث ان احنا لا قدر الله في حاله تلف اي نسخه او في حاله اي ظروف يبقى عندنا اللي بيغطي هذا التاريخ الممتد. طيب ايه المشاكل بقى اللي بتعترض الصحافه والطباعه؟ هل مشاكل الورق بس ولا في مشاكل ثانيه زي الاحبار، الالوان؟ بصي عندنا نتكلم طبعا بالتفصيل عنها، لان النقط دي مهمه جدا. بصي الصحافه صناعه مهمه وصناعه وعي، وعي امه، وهتظل ده بدورها القوي. عندنا تحديات بتواجهنا دلوقتي، عندنا تحديات مش هنقدر نتكلم في الكلام، يعني ما نقدرش نجادل ان هناك تحديات بتواجه صناعه الصحافه. لكن خليني اقول لحضرتك، طب ما تيجي نشوف العالم فيه ايه. اليابان، انت عارفه حضرتك اليابان يا استاذ راني بيوزعوا كام مليون نسخه يوميا؟ فوق ال 50 مليون نسخه يوميا. عدد اليابان قد ايه بقى؟ 126 مليون نسمه. يعني انت بتتكلمي تقريبا في ما يقرب من 50% من الشعب الياباني بيقرا صحف، ومع ذلك تخيلي حجم الثقافه في شعب زي الشعب الياباني. نفس الحكايه مثلا نيويورك تايمز اللي هي اقدم من الاهرام، هي الوحيده اللي اقدم من الاهرام، احنا تاني اقدم جورنال بعد نيويورك تايمز. كان عندها مشكله. الان نيويورك تايمز تعافت واسهمها ارتفعت جدا في البورصه، واخر كان مكاسب ليها بنتكلم تقريبا في حدود 800 مليون دولار مكسب، فمكاسب كبيره جدا حقيقه نيويورك تايمز بعد نهضتها. وبالتالي انا بعتقد اذا كانت الصحافه بتواجه قدر من التحديات، انا بعتقد ان العاملين في الصحافه عليهم مواجهه هذه التحديات. احنا عندنا تحديات، تحديات اقتصاديه اللي هي الاقتصاديه الخاصه بالورق، الورق والاحبار. احنا السنه اللي فاتت كانت في مشكله كبيره جدا، الورق قفز قفزه خرافيه تقريبا اسعاره تضاعفت 100%. فبقى الجرنان ده لان احنا بنستورد الورق لغايه كل دلوقتي. الورق لا، مصر طول عمرها للاسف والمنطقه العربيه لا يوجد. احنا ليه ما عندناش الورق بتاعنا؟ ليه ما عندناش صناعه محليه للورق؟ والله حتى الان لم تنجح هذه الفكره للاسف. هي لعده اسباب. السبب الاولاني ان ما فيش جهه، هي عايزه تمويل ضخم اولا. التمويل الضخم ده لا تستطيع انها توفره الا جهه كبيره
بس حتى لو كان التمويل ده ضخم في الفتره الحاليه هو هيبقى موفر جدا في المستقبل. اكيد. فاحنا محتاجين له. محتاجينه طبعا. يبقى ده حل مشكله. الحاجه الثانيه ان احنا مش من منتجي الاخشاب وصناعه الورق من الاخشاب، من لب الخشب. مش لازم يكون لب خشب، لان ليست هناك تكنولوجيا حتى الان لتصنيع ورق الصحف. يعني في ورق، الورق في حضرتك انواع، الاوراق غير ورق الصحف بيتم تصنيعه من ممكن قش الرز، من مصاص القصب، من الحاجات كتيره يعني. لكن ورق الطباعه بتاع الصحف بيحتاج تحديدا للب الخشب. لب الخشب احنا مش منتجين للخشب، فبالتالي لكن رغم ان احنا ممكن نستورده، لكن في كل الاحوال انا بتفق معاكي ان لو عندنا صناعه زي صناعه ورق الصحف هي صناعه مربحه. بعض الناس ممكن يسمعونا يقول لك لا، طب انت هتعمل حاجه استثماراتها ربما تكون مهدده في المستقبل لان على اساس التحول الالكتروني والتحول الرقمي والكلام ده كله. هو اللي بيطمننا في هذا الاطار ان العالم كمان بيتجه لفكره الاعتماد على الورق، بغض النظر عن يعني الورق خامه الان مطلوبه في العالم، لان طبعا انت عارفه حضرتك ان في حرب دلوقتي ضد البلاستيك على اعتبار ان له ادوار واضرار واخطار، فبيبقى في توجه ان يعني التقليل منه بقدر الامكان. بالعكس في دول العالم بدات ترفع شعار التخلص من البلاستيك نهائيا، وبداوا حتى حاجات الاكل مش عارف يعملوها ازاي، ورق ايه. وبالتالي انا شايف ان صناعه الورق هي صناعه واعده، الاستثمار فيها واعد، لكن محتاج دوله في هذا الاطار، محتاج تمويل ضخم لا يتحمله اعتقد الا ربما يكون البنوك ومستثمرين كبار، بيبقى في اطار ان احنا يبقى مشروع من المشروعات القوميه اللي ممكن يبقى لها عائد في المستقبل كبير. بالنسبه بقى للالوان والاحبار، ايه المشاكل اللي موجوده فيها؟ شوفي حضرتك الالوان والاحبار هي كل تقريبا مدخلات صناعه الصحافه تقريبا مستورده. الورق قفز السنه اللي فاتت قفزه جنونيه. والاحبار لان عشان تعملي، لو تلاحظي دلوقتي حضرتك انك لما بتمسكي جرنان ما بقاش الحبر يمسك في ايديك ولا يبقى في الايد الواحد بتسود ولا حاجه. ده نتيجه ايه؟ نتيجه التطور في المنتجات بتاعه الالوان والاحبار والكلام ده، بقت على الاقل حتى ميه اسمها ميه الترطيب احنا في الاهرام هنا بنستوردها. ليه؟ عشان تبقى على اعلى مستوى من الجوده. ده كله بيكلف المطبوع، النسخه الواحده بتتكلف 8 جنيه نسخه الجرنان. كل الجرايد الاهرام والاخبار والجمهوريه تقريبا عشان نفس تكلفه نفس عدد الورق تقريبا بيتكلف النسخه الواحده 8 جنيه. يعني النسخه ب 8 جنيه بتخسركم. بتوصل للعدد الجمعه عشان ورق زياده كانت بتوصل ل 12 جنيه. فطبعا كل نسخه من الجرنان مدعومه ب 5 جنيه. كل نسخه مدعومه. طيب تقولي لي ده كويس ولا نغليها؟ لا، انا ضد رفع سعر الصحف. احنا لازم نرى الصحافه في هذه الايام وفي ظل هذه الظروف بدورها التوعوي ودورها التنويري ودورها السياسي انها خدمه قبل ما تبقى سلعه. صحيح ده بيحملنا عبء كبير جدا، لكن في الاخر لازم نحافظ على هذه الخدمه، لان انت اذا كنت دايما الفراغ يبحث عن من يشغله، هننسحب هيبقى في فراغ، اللي هيشغل هذا الفراغ. بس احنا بنتوقف عند هذه النقطه ان احنا عندنا امل برضو ان احنا نصنع حاجاتنا بايدينا، واحنا نقدر وعندنا مصانع وعندنا يعني وزارات تقدر انها تتعاون، او على الاقل يكون في تبادل منفعه ان احنا نصدر حاجه لدوله مقابل ان احنا نحصل منها على حاجه ثانيه، فبالتالي ده يقلل التكلفه الى حد كبير. فده ممكن يكون حل وسط علشان توصل لنا الجريده بالسعر المناسب للجمهور، وبالتالي برضو التوزيع يزيد. والله اتمنى ان مشروع الورق يظهر، وان طبعا من الممكن فعلا، حتى لان مشروع زي ما بقول لحضرتك هو في الاخر، لان مشروع الورق احنا لما كنا بنفكر فيه كان ما بنتكلمش على خط واحد، احنا كنا بنتكلم على اربع خطوط انتاجيه. بما فيها خط ورق صحف، ورق مجلات وكتب، كرتون، وخطوط اخرى، بحيث انك انت في الاخر تبقى باكج نقدر يبقى مشروع مربح. لكن موضوع مكلف وعايز امكانيات ضخمه، يعني وعايز جهه من الاخر، جهه الدوله تقف وتتحمل هذا الموضوع
من خلال بقى الشراكه مع البنوك، من خلال الشراكه مع المؤسسات الصحفيه القوميه، نقدر في الاخر يمكن ان يتحقق هذا الحلم، لان ده مهم جدا لمصلحه المواطن. وعلى فكره ما انت مش هتشتغل ليك لوحدك، لان ما فيش مصنع ورق لا في مصر ولا في الدول العربيه ولا في افريقيا، وبالتالي كل المنطقه ديت يمكن تبقى انت المصدر الاساسي ليها. صحيح، ودي فرصه برضو. بالظبط. طيب كم عدد العاملين في المطابعه الخاصه بالاهرام؟ لا احنا عندنا الاهرام يعني مؤسسه ضخمه، لان احنا مش عندنا، انت على فكره انت واقفه في مطبعه خط من ضمن ثلاث خطوط طباعيه في الاهرام. يعني عندنا قد المطبعه دي كده مطبعتين قدهم مرتين في اكتوبر. المطبعه دي كانت معموله في الجلاء الاساسيه، كانت هي الاساسيه، وبعدين بقى جزء واكتوبر جزء. في مكان اتحول لاثر؟ لا طبعا عندنا طبعا، طبعا المكان القديم طبعا، لكن المطبعه هنا المفروض انها بتغطي القاهره، بتغطي الوجه البحري اللي بيركب الجرايد اللي بتركب القطر تروح الوجه البحري، والجرايد اللي بتتبعت من هنا على المطار عشان تروح تسافر بره. اكتوبر كان مختص بالجيزه والوجه القبلي برضو اللي هي لحد اسوان. انت عندك طبعا دوله ضخمه، مصر دوله ضخمه، في جزء منها بنغطيه بالعربيات التوزيع. يعني احنا مثلا بنروح شرم الشيخ بالتوزيع، بنروح اسكندريه، بنروح طنطا، بنروح حتت كتيره جدا توزيع عربيات، في جزء قطارات، في جزء طيران. فعندنا عدد كبير من الايادي العامله. طبعا عندنا الاهرام تقريبا بكل العماله اللي فيها بتصل الى 10,000. ما شاء الله 10,000 فرد مباشر، ده ايد عامله يعني، فرص عامله مباشره غير المباشره بقى اللي هي بتشتغل بره في التوزيع، ده اللي هم المتعهدين، ده موضوع تاني. لكن اللي بيشتغلوا في الاهرام، لان برضو بس هي الامانه الاهرام مش مجرد صحيفه. الاهرام كمان مجلات وكتب. الاهرام انت بتتكلمي على 22 اصدار، انت بتتكلمي على مطبعه تجاريه كمان، هي الاهم والاكبر في قليوب، مطبعه تجاريه في قليوب دي مالهاش دعوه بصناعه طباعه الصحف، دي صناعه الكتب والمجلات، المجلات الصحفيه وغير الصحفيه. المجلات طباعتها مختلفه عن الصحف؟ طبعا. ازاي بقى؟ ما بتطبعش هنا بالمناسبه خالص. ايه النوعيه اللي بتستخدمها يعني؟ نوعيه الورق مختلفه، نوعيه المكن مختلفه. طبعا. طباعة الصحف مختلفة تماما عن طباعة المجلات. المجلات أقرب ما تكون إلى الكتب. فبالتالي دي بتطبع في اليوم وفي 6 أكتوبر. عندنا جزء تجاري في 6 أكتوبر برضه. تكلفة أنه أكبر بقى، المجلات ولا الصحف؟ لا هي الصحف طبعا في الأساس. طبعا. لأن الورق المجلات على حسب ما أنت بتختاري. لو عايزة المجلات المفروض إنها ورقها بيبقى كواليتي بيبقى عالي والألوان حسب ما أنت بتختاري. لو أنت بقى عايزة ورق كوشيه وزن معين ده هيبقى غالي جدا. لو عايزه ورق رخيص هيبقى ده حاجه تانية. فعلى حسب المواصفات. لكن ورق الصحف الفرق فيه بسيط. انت بتتكلمي على فرق البياض 60 و62. احنا في الاهرام بنشتغل ب 62 اللي هو اعلى درجه بياض. في بقى اللي هو البياض الدرجه الاقل دي فيما بعض الصحف ممكن القارئ بعينه يقدر يميزها، هتلاقيه شويه اصفر، ده البياض اللي هو 60. لكن المجلات في تنوع كبير جدا، الوزن، البياض، درجه البياض، اللمعان، كل دي بتفرق في تكلفه طبع المجله. قبل ما نختم، حضرتك وضعت بعض المشاكل، ومن خلال هذه المشاكل احنا حسينا ان في جزء منها حلول برضو. يعني التكنولوجيا اذا كانت اثرت الى حد كبير جدا على القراءه، قراءة الصحف، لأنها أدت إلى إنجاز. طبعا. عندنا برضه اللي عندنا المحتوى الإلكتروني. عندنا بوابة الأهرام. عندنا بوابة الأهرام شغالة كويس جدا. عندنا بنجهز دلوقتي حاليا بالتعاون مع الهيئة الوطنية للصحافة، وعملنا أكتر اجتماع مع الأستاذ كرم جبر ومشغلين، ولكن كان حاضر اجتماع الأستاذ علاء ثابت رئيس التحرير ومجموعة من الزملاء المختصين، بنتكلم على إزالة المعوقات وتدبير التمويل اللازم لإطلاق أكبر منصة إلكترونية في مصر والشرق الأوسط خلال بتراهنوا عليها الفترة. طبعا ده جزء من التطور التكنولوجي. يعني أنا متصور شكل الأهرام
ان لازم يتحول الى مؤسسة اعلامية ذكية متكاملة. يعني ايه مؤسسة اعلامية ذكية متكاملة؟ يبقى انا عندي جورنال موجود، عندي المنصة الالكترونية، عندي القناة الاذاعية، وهننافسكم بقى يبقى قناة تلفزيونية كمان. يلا بينا. وعلى فكرة فعلا احنا شغالين تجريبيا في هذا الامر، يعني انا برضو ده مش مجرد كلام، احنا شغالين تجريبيا، عاملين قناة يوتيوب على اليوتيوب، وعاملين قناة راديو على النت. لو حضرتك لا انا قناة راديو تابعتها. يعني مبشرة الى حد كبير. بالظبط كده. فشغالين فيها يعني. ففعلا عندنا خطوات، لان ما هو المنافسة بتقتضي ده انك تجهزي. وبندور برضو، شغالين كتير جدا في وسائل تدبير موارد إضافية، وده عملنا قطعنا فيه جزء كبير جدا خلال الفترة اللي فاتت في مشروعات وفي الجامعة وفي مشروعات أخرى. ليه بقى؟ عشان بهدف، احنا مش بنعمل مشروعات لأجل المشروعات، لا 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 خالص، لأن برضو عشان الصورة لما السادة المشاهدين لما يسمعوا ان احنا بنعمل مشروع في الأهرام، لا، المشروع ده هدفه ان انا اجيب موارد عشان اصرف على نشاطي، لان العالم كله على فكره كده بالمناسبه. يعني مثلا لما تيجي تلاقي اكبر الصحف الايطاليه مملوكه لمين؟ مملوكه لشركه سيارات، على فكره مش هقول اسمها طبعا عشان ما يبقاش اعلان ما يحاسبوكيش عليه يعني، لكن مملوكه لشركه سيارات في العالم كله كده يعني. يعني هم في الخارج بيعتبروا الاعلام قوه. ايوه، فمهم جدا ان يكون راس المال مع الصحافه والاعلام. ده اللي انا بحاول نعمله في الاهرام بقى. ده الخطه اللي احنا عاملينها في الاهرام تحديدا، لان احنا الاهرام الميزه الاساسيه اللي فيها انها عندها القدره على ده، عندها الاصول وعندها الاسس اللي تقدر تعملها. وبالتالي احنا عندنا جامعه، جامعه الاهرام الكنديه، مفيش مؤسسه في العالم بالمناسبه، في العالم قولا واحدا عشان تعرفي ان احنا متميزين قد ايه، مفيش مؤسسه صحفيه في العالم عندها جامعه، احنا الوحيدين اللي في العالم عندنا جامعه. الجامعه دي كانت 6 كليات، زودنا 50% من قوتها في خلال 2.5 سنين، ويعني كانت اخر كليه وافق عليها هذا الاسبوع كانت كليه الفنون والتصميم الابداعيه، اللي انا بشكر سياده الرئيس جدا في برنامج حضرتك على انه وافق لنا على 3 كليات دفعه واحده، اضاف لنا 50% من القوه. ده كله بيتيح لنا ايه؟ موارد اضافيه طبعا عشان اصرف على النشاط الرئيسي، لان ده بيتكلف جدا وشغل مكلف جدا. والمنصات اللي انت تقدروا تتكلفوا ذاتيا، يعني تغطوا نفسكم بنفسكم والدوله ما تصرفش عليكم. ما انا يمكن انا قلت الكلام ده في قدام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبقوله من خلال برنامج حضرتك، الاهرام من 2 لـ3 سنين لن تحتاج مليما واحدا من الدوله المصريه. كويس قوي. 2 لـ3 سنين مش هتحتاجوا اي دعم. من 2 لـ3 سنين لن تحتاج الاهرام، هتبقى المؤسسه الرائده الوحيده اللي هتقدر تعمل ده، لن تحتاج مليما واحدا من الدوله المصريه. لان احنا على فكره احنا كنا كده، بس كان قبل 2011. طبعا 2011 وما ادراك ب 2011. يعني الحقيقه يعني هي في ازمات بعدها حصلت كتير. يعني يعني لا يعني خلينا نتكلم بصراحه، كان لها اثر خطير جدا على صناعه الصحافه والاعلام. اثرت مش كل صناعه الصحافه والاعلام، عملت لها مشكله كبيره جدا. وبالتالي ان شاء الله من خلال 2 لـ3 سنين بتستعيد الاهرام توازنها المالي من خلال الحاجتين اللي قلت حضرتك عليهم، المشروعات اللي بتجيب لنا موارد اضافيه عشان نصرف على نشاطنا الرئيسي، بالاضافه الى التطوير اللي احنا بنعمله في الصحافه والصحافه الرقميه اللي احنا شغالين عليه. في كلمه اخيره تحب نختم بيها؟ طبعا انا يعني بقول انت، احنا بنشتغل في مجال مهم جدا، في مجال وعي وعقل الامه، دي اهم حاجه. القصه انت عارفه حضرتك، انا اتصور ان الاعلام والصحافه مش المهنه عشان احنا بنشتغل فيها فاحنا منحازين ليها، لكن الواقع بيقول ايه؟ انها مهنه لا تقل اهميه عن ادوار اخرى، لا تقل اهميه عن دور اقتصادي خالص طبعا، ولا عن دور دفاعي ولا عن دور امني، لان ده تشكيل عقل امه. تشكيل عقل امه، واحنا شايفين منصات الاعداء شغاله علينا ازاي، وشغالين قنوات، شايفين قنوات الاعداء شغاله علينا ازاي، وشغالين دول قاعده مسخره كل امكانياتها للهجمه علينا. وبالتالي احنا اولى ان احنا نقف على رجلينا ونواجه كل هذه الهجمات ونساهم في تكوين عقل الامه المصريه وتنوير المواطن وزياده وعيه، وده دورنا اللي احنا لازم نكون حريصين عليه.
بشكرك شكرا جزيلا استاذ عبد الرحمن سليمان رئيس مجلس اداره مؤسسه الاهرام على هذه الايضاحات، واسمح لنا بقى ان احنا نتجول جوله سريعه كده داخل مؤسستكم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. مشاهدينا الكرام، احنا دلوقتي بصحبه المهندس مصطفى عباس مدير مطبعه الاهرام، هنعرف منه عن خطوط الانتاج داخل هذه المطبعه وكمان دوريات العمل فيها. اهلا بحضرتك معانا. اهلا بحضرتك. كلمنا الاول عن خطوط الانتاج الخاصه بهذه المطابع وفتره التشغيل بتبقى قد ايه؟ تمام حضرتك. هو دلوقتي احنا عندنا في مطبعه الجلاء في خط وفي اكتوبر في خطين. كل خط من الخطوط بيطبع حوالي 48 صفحه. يعني لو جورنان بنطبع الجورنان الواحد بيبقى فيه 8، ممكن نوصل ل 48 صفحه. الجورنان ممكن يكون فيه 24 صفحه الوان، اربع الوان. حضرتك ما عندناش مشاكل بتقابلنا تقريبا في المطبعه، المشاكل الفيتال يعني. لان احنا بالفعل عندنا احتياطي كويس، لا قدر الله لو حصل اي مشكله في مطبعه من المطابع بالفعل المطبعه الثانيه بتقوم بسرعه، مش بتحتاج لوقت يعني علشان يتم انتقال خط الانتاج. حضرتك مثلا لو فرضنا ان كان في مشكله في الجلاء، اوتوماتيك بنبعت الصفحات من خلال الانترنت، وكل التجهيزات اللي موجوده في الجلاء هي موجوده بالفعل في اكتوبر. فبالتالي ما بقاش في وقت ضايع اصلا. يعني لو فرضنا ان هنا في مشكله، هي بالفعل بتتحل اوتوماتيك في مطابع اكتوبر، لانه بالفعل في خطين كاملين جاهزين بتكنولوجيا عاليه جدا. بتساعدنا ده ان احنا نتغلب على المشاكل. في نفس الوقت حضرتك يعني احنا يمكن احنا بنتميز عن المنافس، اذا كان في منافس في السوق بتاعنا، ان احنا عندنا ثلاث خطوط. فبالتالي احنا يعني الوضع مريح جدا بالنسبه لنا. دوريات العمل بقى كم وقت؟ احنا عندنا حضرتك في اليوم في ثلاث ورديات عمل على مدار 24 ساعه تقريبا. في ورديه صباحيه ودي بتقوم بالصيانه الدوريه وتجهيز المكنه، كان في غسيل للمكنه، ولو كان في اعطال من اليوم اللي قبله فبالتالي طقم الصيانه بيقوم بحل هذه المشاكل ويجهزها. بتيجي بعد كده الورديه المسائيه اللي هو اذا كان في جرايد تجاريه زي مطبوعات التجاري كلها، احنا تقريبا بنطبع حوالي 80% من المطبوعات التجاريه. طبعا بنطبعها في المكنه هنا وبنطبع جزء في المكنه اللي موجوده في اكتوبر. دي المكنه هنا، لو فرضنا المكنه هنا بتطبع الطبعه الاولى وجزء من الطبعه الثانيه. الطبعه الثانيه بتبدا امتى؟ حضرتك الطبعه الاولى مثلا لو بنتكلم عن الطبعه الاولى، الطبعه الاولى تقريبا بتيجي الساعه 8 ودي بتبقى في حدود مثلا حوالي 50,000 نسخه. بتيجي الطبعه الثانيه بعديها ممكن على الساعه 11. بالنسبه للكميات الطبعه الثانيه بتوصل حوالي من يعني مثلا 85 100 حسب التوزيع ما بيطلب. بعد كده بتيجي الطبعه الثالثه ودي بتجب كل الكلام ده خالص. يعني احنا حضرتك تقريبا بنطبع في اليوم في حدود مثلا 200 230 الف في اليوم. في البنان الاسبوعي بنعدي ال 400,000 450,000، ده بالنسبه للجورنان الاسبوعي. بالنسبه للاصدارات ممكن نعدي في حدود مثلا كل الاصدارات اللي بنطبعها ممكن تعدي حوالي مثلا من 100 ل 100 120,000 تقريبا. يعني احنا ممكن حضرتك في اليوم لو حسبنا في اي مشكله كانت قريب حصلت معاكم او اي حاجه والله هي لا، المشاكل بتاعتنا بتبقى مشاكل فنيه بسيطه بس بنتغلب عليها. ان احنا الحمد لله مؤهلين فنيا. الحقيقه المؤسسه بتوفر لنا تدريبات خارجيه، دي بتاهلنا ان احنا نكون بنتغلب على المشاكل بتاعتنا الحمد لله. لما بتكون بقى في مشاكل يعني صعبه او يعني ممكن تعطل الانتاج، ممكن المشاكل دي بنخليها لليوم التاني تتصلح، ما تبقاش اتوانس يعني في نفس اللحظه يعني. بشكرك شكرا جزيلا. تحت امرك. شكرا جدا. لسه مكملين مع حضراتكم مشاهدينا جوله لسه داخل مطبعه الاهرام.
مشاهدينا الكرام، واحنا داخل مطبعه جريده الاهرام العريقه مش ممكن ابدا ننسى الايد العامله، الايد الماهره، الناس اللي بتسهر عشان تطلع لنا الجورنال لغايه ما يوصل لغايه ايدينا. معانا دلوقتي عم سيد محمد، يعتبر من اقدم العمال داخل مطبعه الاهرام. ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. اهلا. بقالك قد ايه بتشتغل هنا داخل الاهرام؟ حوالي 35 سنه. ما شاء الله، ربنا يديك الصحه يا رب. احكي لنا بقى عن ذكرياتك، تفتكر اكتر حاجه ايه ممكن تلفت انتباهك داخل هذا المكان العريق؟ والله احنا هنا، انا تعينت في الاهرام من 85 وحضرت الطباعه البارزه اللي هي الرصاص، وحضرت حاليا الطباعه المرسيه اللي هي الاوفست، وحضرت التطور التكنولوجي في الطباعه. من طبعا الطباعه بالرصاص كانت مرهقه جدا، حاليا دلوقتي بقت عمليه سهله جدا الحمد لله. احنا قضينا ذكريات حلوه داخل المؤسسه، المؤسسه علمتنا ازاي ننتمي اليها، وعلمتنا ازاي نحب المؤسسه بفضل قيادتها اللي موجوده. انا عاصرت رؤساء مجالس ادارات كتير، بدايه من ابراهيم بيبي نافع الله يرحمه، الى ان وصلنا بعبد المحسن بيه سلامه وربنا يديله الصحه وينهض بمؤسستنا ويديله الصحه ان شاء الله. انت فاضل لك تقريبا شهرين وتطلع. انا ده خيارك 25/5 السنه دي ان شاء الله. ربنا يديك الصحه يا رب. هتفتقد ايه بقى داخل المؤسسه؟ هفتقد الزملاء، هفتقد رؤسائي، وافتقد الذكريات الجميله اللي قضيناها. احنا كنا بنقعد هنا اكتر من بنقعد في بيوتنا. تقريبا قد ايه وقت توريه العمل بتبقى قد ايه؟ والله احنا كنا بنقعد هنا بال 12 ساعه، وساعات كنا بنبيت هنا في مناسبات معينه، في اختيار رئيس السادات، ما بنتحركش هنا، في زيارات للرؤساء هنا بنبيت. في ايام بتبقى يعني لازم تكونوا موجودين فترات طويله علشان في احداث بتبقى مهمه جدا. في احداث موجوده. ايه تفتكر ايه منها؟ يعني افتكر حادثه اغتيال الرئيس السادات الله يرحمه. الله يرحمه. ما اتحركناش من هنا من 5 مساء الى 8 صباحا. عملنا يمكن اكتر من 5-6 طبعات، مش طبعه واحده ولا 2 ولا 3، اكتر من 5-6 طبعات. الطباعه دلوقتي بقت اسهل من الاول؟ طبعا كتير. كتير. بس الصوت ده مش بيتعبكم؟ خدتوا عليه؟ والله احنا بيجينا هنا قياسات بتقيس مدى الضرر اللي جوه على السمع. والحمد لله النسبه كانت طالعه مظبوطه الحمد لله، لان احنا داخل الكونسول هنا بيخفف لنا الصوت بتاع المكنه شويه. نفسك في ايه بقى وانت طالع على المعاش كده؟ والله انا نفسي اشوف مؤسستي دي احسن مؤسسه في العالم. طب انت بتشوف البلد ازاي؟ يعني بقى انا شايفه ان انت عاصرت فترات طويله وفترات متغيره، شايف ايه اللي اتحصل جديد؟ والله انا شايف تطور، وشايف ان في تحسن في الاقتصاد، وشايف ان في مشاريع كتير بتعمل في البلد، وانا اتمنى ان شاء الله المشاريع اللي بنفذها في محسن بيه تجيب عائد بسرعه للمؤسسه، ونقدر نقف على رجلينا من جديد، لان احنا تاثرنا كتير، اكتر ناس تاثرت في داخل جمهورية مصر العربية من بعد الثورة، أكتر ناس تأثرت. الصحافة؟ طبعًا. طيب قول لي، صناعة الصحافة عشان توصل لإيدينا هل سهلة؟ الناس بتبص كده إن الموضوع سهل؟ لا 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 لا، بص مراحل كتير، مراحل كتير، من بداية من كتابة المقالة من السادة المحررين إلى مراحل التجهيزات كلها، لغاية لما توصل المطبعة هنا، دي آخر مرحلة في الطباعة. دي آخر مرحلة حضرتك بتوصل. أنت دورك بقى إيه؟ دورك ايه في الطباعه حاليا؟ انا دوري ان انا بقوم بتجهيزات كل من هو خام يطلع جورنال، من ورق لاحبار لميه ترطيب، كل التجهيزات اللي محتاجاها المطبعه انا قايم بيها حاليا. لكن ما بتاخدش بالك بقى من المانشيت، من الصوره، من اي حاجه؟ لا، اهم حاجه ان الشكل يبقى متظبط. المانشيت والصوره حضرتك في ناس مخصصه ليها، وانا بقى حضرتك يبدا يظبط بالنسبه هنا للمطبعه. يمسك الجورنال لازم يراجع عليه، يشوف درجه اللون ايه، ويظبط درجه اللون، ويشوف لو في مانشيت خطا بيبلغ المسؤولين ويقول له في مانشيت خطا، يقول له وقف، يصلح المانشيت ويبدا يظبط. انا بشكرك شكرا جزيلا، وربنا يديك الصحه يا رب. أنا شكرا عليك. مشاهدينا الكرام، دي كانت حلقة خاصة جدا من مانشيت، من هنا من داخل مؤسسة الأهرام العريقة، وتحديدا داخل مطبعة الأهرام، عشان نتعرف سويا على كيفية صناعة الصحافة. لكم تحياتي، أنا رانيا هاشم، وإلى اللقاء.